السلام عليكم، اهلا بكم في شادو مني، معكم كريم طارق وحلقه جديده هنتكلم فيها عن الحلقه الثالثه من مسلسل النهايه. بس قبل ما نخش في حلقتنا النهارده، يا ريت اللي مش مشترك ينزل يشترك في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا. في الحلقه اللي فاتت خصصنا اول حلقتين مشهد مشهد وعرفنا ايه اللي حصل في الحلقات بالتفصيل. هسيب لكم لينكها في الديسكريبشن تحت، وبرضه هتلاقي طالع لكم فوق كده لو حابين تشوفوه. بس انا هقول لكم على النقاط والحاجات اللي احنا طلعنا بيهم من الحلقتين سريعا كده. اول حاجه طلعنا بيها من الحلقتين الاولانيين ان زين اخترع اختراع هيسهل الامور ويحل مشكله الطاقه، بس للاسف الاختراع ده مرفوض ومش راضين يعملوا بيه، لانه من الاخر مش جاي من عن طريق حد من دايره الثقه بتاعتهم، كوسه من الاخر، فهو لحد دلوقتي مرفوض الاختراع ده، وده مدي لزين ان هو كاره شركه انرجي كول اللي هو شغال فيها. تاني حاجه التدريس محظور، واي حد بيتمسك بيدرس يا اما بيتنفى يا اما بيتقتل. تالت حاجه صناعه الروبوت محظوره، واللي بيتمسك برضه بيصنع الروبوت بيتقتل او بيتحبس، وده يرجع لان الروبوتات كانت عملت مشكله زمان وكانت هتتسبب في دمار البشريه، فهم منعوا صنعها. سهر الصايغ بمساعدة عمرو عبد الجليل بيصنعوا روبوت لسهر الصايغ عشان هي بتحب زين واتجوز واحدة تانية، فبتعمل تصنع روبوت بوعي زين لدافع الغيرة والحب لزين. وأول حاجة الروبوت بيعملها إن هو بيقتل صاحب الوعي بتاعه. زين مطارد من قبل الفرقة المسلحة لإنرجي كو عشان هما عايزين يمسكوا حاجة عليه عشان يضغطوا على زوجته انها تديهم محصول، نسبه من المحصول بشكل غير قانوني، وهي مش موافقه. فاكتشفوا ان هو بيدرس لمجموعه اطفال من ملجا، فهم في طريقهم للقبض عليه ظهرت مجموعه مرسمه مجهوله خطفته ومشت. وبتنتهي الحلقه الثانيه كده، وبتبتدي الحلقه الثالثه وبنعرف ان اللي سرقوا البطاريات هم اللي خطفوا زين بقيادة محمد لطفي اللي اتنفى اكتر من مرة، وانه خطف زين عشان يلغي لهم الشفرة بتاعة الاي سي اللي لو شغلوها بتقدر الشركة تتبعه من عن طريقها ويعرفوا مكانهم، وفي نفس الوقت لان هم عارفهم باختراعه اللي هو اخترعه ان هو يقدر يشحن الاي سي هات دي عن طريق الشمس، بس بيتعرف مكانهم ويوسف الشريف بيتمكن ان هو يهرب. وبمساعدة عمرو عبد الجليل اخيرا سهر الصايغ بنت الروبوت بتاعها وحطت فيه وعي زين. الحلقة بقى مليانة نصايح من عمرو عبد الجليل لسهر الصايغ انها ما تبينش الروبوت خالص، ولان الروبوت ده العقل الاصطناعي بتاعه بيتيح له ان هو التعلم والتطور، فده ممكن يبقى خطر على البشرية. في نفس الوقت هي في عالم تاني، عالم من الابداع كده، ادائها رهيب، ادائها بصراحة عجبني جدا، تحسها في غيبوبة مش مصدقة نفسها. اخيرا لقت الحاجة اللي بتحبها بطريقة مجنونة، مرض نفسي بس هي مأديها الدور بروعة. وبتنتهي الحلقة بإن مرات زين بتولد وهو راح المستشفى للأهل بتعاني بسبب نقص الطاقة، فبيضطر إن هو يديهم الأي سي بتاعه وبيقولهم على مسؤوليتي الشخصية، ومن هنا شركة الأمن بتعرف وبتروح تقبض على زين، وبتخلص الحلقة لحد كده. فالمسلسل لحد دلوقتي ماشي بريتم سريع وبيفسر نفسه بنفسه، مش سايب حاجه غامضه، انا مش شايف لحد دلوقتي حاجه غامضه، يعني كل حاجه مفسره. في بعض العيوب ومش هنتكلم عليها دلوقتي، لان زي ما انا قلت في الحلقه اللي فاتت انا مش هذبح في المسلسل ولا هطلع في عيوبه، انا بس هنحاول نفهم مع بعض احداث المسلسل، ولما الصوره تكمل لنا كامله على بعض ساعتها نقدر نقول بقى ايه المميزات وايه العيوب. لحد كده انا مش وده الحاجه الوحيده، يعني ده المسلسل الوحيد اللي انا هعمل فيه كده، لأن بصراحة المسلسل ده يعتبر فلتة وحاجة جديدة جدا على الصناعة المصرية، فمش لازم إن احنا يعني نقطع فيه من بدايته كده، لا هو يعني يستحق الشكر عليه، وحتى لو مليان عيوب فهي خطوة كويسة جدا جدا، وأتمنى إن السينما المصرية تفضل والتلفزيون المصري يفضل بنفس المنوال ده. أنا لحد دلوقتي على يقين تام إن زين ملوش يد في صناعة الروبوت ده، وان هو ما كانش عامله على اساس ان هو بقى يغير العالم والجو ده، وان الروبوت ده اتعمل بدافع الغيره والحب. فهل يا ترى الاحداث الجايه ايه اللي هيحصل فيها؟
هل زين لما طبعا كان كيف مشهد في الإعلان إن زين اتقبض عليه عن طريق الجماعة اللي لابسين أبيض دول ولبسوه أبيض وظهر فيهم وهم واقفين كده، فطبيعي هيعملوا ودوه هناك. هل يا ترى هيعمل إيه؟ طب هل هيقابلوا الروبوت وهيعملوا إيه مع بعض؟ هل الروبوت هيقتله فعلا زي ما معروف إن الروبوتات بتقتل الوعي بتاعها؟ وبرضه لأن في مشاهد كتير أكشن للروبوت ده، وأكيد في ثورة ضد الروبوتات هتبقى موجودة. احنا عرفنا من عمرو عبد الجليل ان حصل ثورة ضد الروبوتات من البشر واحرق وحرقوهم، فهل المشاهد اللي كانت موجودة في الاعلان من الحرب ده مشاهد من الوقت اللي عمرو عبد الجليل بيقول عليه ولا مشاهد لسه هتيجي؟ بس انا اظن ان المشاهد دي لسه هتيجي، لان كان في مشهد برضه في الاعلان ان سارة الصغير بتقول لعمرو عبد الجليل الروبوت ده بيبقى جوزي، كان حواليها حرب. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وتسيبوا رايكم في الكومنتات، وتقولوا لي اعمل عن مسلسلات ايه، حابيني اتكلم عن مسلسلات ايه. واهم حاجه متنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وريت تعرفوا اصحابكم بقى بالقناه. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.